بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب الأذان ترجمة رقم 60. يقول الإمام البخاري: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. طبعا لم يجزم بالحكم في المسألة، ولكن ما ذكره من الأحاديث المسندة يدل على أن هذا يعني جائز، كما في قصة يعني معاذ رضي الله عنه. قال: حدثنا مسلم، ومسلم هنا ليس هو مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح، ولكن مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. فذكر في حديث يعني جابر في قصة معاذ. الحديث الثاني قال: وحدثني محمد بن بشار هو بندار قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان 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 ثلاثة مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو: لا أحفظهما. المفصل هو من قفل آخر القرآن. قول باب إذا طول الإمام كان للرجل أي المأموم حاجة فخرج وصلى، في رواية فصلى بالفاء، وهذه ترجمة عكس التي قبلها، لأن في الأولى جواز الإتمام بمن لم ينوي الإمامة. وباب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. وذكر في قصة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم لما بات عند خالته ميمونة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، ف يعني قام ابن عباس فوقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم يعني من خلف ظهره فجعله عن يمينه. فهذه الترجمة عكس عكس الأولى. وفي الثانية جواز قطع الائتمام بعد الدخول فيه. وأما قوله في الترجمة فخرج، فيحتمل أنه خرج من القدوة، أنه خرج من الجماعة يعني صلى منفردا، أو خرج يعني من الصلاة وصلى استأنف الصلاة وحده، أو خرج من المسجد، يعني أنه خرج من القدوة فيكون أكمل يعني منفردا، أو من الصلاة رأسا يعني ترك الصلاة واستأنف بدأ الصلاة من جديد وحده، أو من المسجد. قال ابن رشيد: والظاهر أن المراد خرج إلى منزله فصلى فيه، وهو ظاهر قوله في الحديث فانصرف الرجل. قال: وكان سبب ذلك، طبعا تتبع رواية الحديث يعني نقف على الايه يعني على ما احتمله الله. قال: وكان سبب ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الذي رآه يصلي صلاتان يعني معا كما تقدم. قلت: ليس الواقع كذلك، فإن في رواية النسائي فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد، وهذا يحتمل أنه قطع الصلاة أو قدوة. لكن في مسلم فانحرف الرجل فصل فسلم ثم صلى وحده. يقول: واعلم أن هذا الحديث رواه عن جابر عمرو بن دينار ومحارب بن دثار وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسم. فرواية عمرو المصنف هنا عن شعبة، وفي الأدب عن سليم بن حيان، والمسلم عن ابن عيينة ثلاثتهم عنه. ورواية محارب تأتي بعد بابين، وهي عند النسائي مقرونة بأبي صالح، ورواية أبي الزبير عند مسلم، ورواية عبيد الله عند ابن خزيمة، وله طرق أخرى غير هذا سأذكر ما يحتاج إليه منها معزوا. يقول: قد قدمت ذكر هذه لتسهل الحوالة علي. حدثنا مسلم قال: هو ابن إبراهيم، والظاهر أن روايته عن شعبة مختصرة
كما هنا. الرواية الأولى يعني مختصرة ولكن ذكرها البخاري رحمه الله لعلو السند، يعني بينه وبين الصحابي جابر راويان، مسلم لإبراهيم وشعبة، ومسلم إبراهيم كان يروي له عن يعني كبار التابعين أو أتباع التابعين عن الصحابة. الثانية قال محمد بن بشار غندر يعني شعبة عن عمرو عن جابر، لاحظ أن إيه في طول في السند يعني، فهو البخاري لا يكرر الحديث بالسند والمتن واحدا، ولكن لابد أن يأتي إما بفائدة إسنادية أو متنية، فهنا الفائدة في الإسناد وفي المتن معا. فالرواية الأولى مختصرة، القصة مختصرة، والسند عالي، فهي مميزة من جهة الإيه ارتفاع السند، والثانية السند نازل ولكن رواية مطولة. يقول والظاهر أن روايته عن شعبة مختصرة كما هنا، وكذلك أخرج البياقي من طريق محمد بن أيوب الرازي عنه، وقال الكرماني الظاهر في قوله فصلى العشاء إلى آخره داخل تحت الطريق الأولى، وكان الحامل له على ذلك أنها لو دخلت عن ذلك لم تطابق الترجمة ظاهرا، لكن لقائل أن يقول إن مراد البخاري بذلك الإشارة إلى أصل الحديث على عادته، واستفاد بالطريق الأولى علو الإسناد، كما أن الطريق الثانية فائدة التصريح بسماع عمرو من جابر، الأولى عن عمرو عن جابر، والثانية قال حدثنا شعبة عن عمرو أنه قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. قوله يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم زاد مسلم رواية منصور عن عمرو العشاء الآخرة، ففي تعيين للصلاة وهي العشاء، فكان العشاء التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين. قوله ثم يأم ثم يرجع فيأم قومه، يقول في رواية منصور مذكورة فيصلي بهم تلك الصلاة، وللمصنف وللمصنف في الأدب فيصلي بهم الصلاة أي المذكورة، وفي هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير الصلاة التي كان يصليها بقومه. وفي رواية ابن عيينة فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الترجمة 61، يقول الإمام البخاري باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداء لي الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، قال فما رأيت، وفلان هذا معاذ بن جبل، وكان هذه الصلاة في مسجد قباء، والصلاة يعني قبل ذلك يعني الصلاة يعني معاذ كانت في بني سلمة، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وهذه قصة مغيرة للقصة الأولى في المكان وفي اسم الصحابي وفي الصلاة، ثانية العشاء وهذه صلاة الغداء، والسبب مختلف، وإن كان معاذ كان يصلي فيطيل، فكان يعني أحد الصحابة يعني كان يتأخر عن خروج إلى الصلاة حتى يفوت جزء من الصلاة، فحين كانت تفوته الصلاة لتأخره، فذهب فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا متأخرة عن القصة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بصيغة الجمع قال إن منكم منفرين، فهذه القصة متأخرة عن الأولى. قول باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، قال الكرماني الواو بمعنى مع، كأنه قال باب التخفيف بحيث لا يفوته شيء من الواجبات، فهو تفسير لقوله في الحديث فليتجوز، لأنه لا يؤمر بالتجوز مؤدي إلى فساد الصلاة. قال ابن المنير وتبعه ابن رشيد وغيره خص التخفيف في الترجمة بالقيام، مع أن لفظ الحديث أعم حيث قال فليتجوز، لأن الذي يطول في الغالب إنما هو القيام، ومع ذا لا يشق إتمامه على أحد، وكأنه حمل حديث الباب على قصة معاذ، فإن الأمر بالتخفيف فيها مختص بالقراءة، انتهى ملخصا. والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته، وأما قصة معاذ فمغيرة لحديث الباب، لأن قصة معاذ كانت في العشاء، وكان الإمام فيها معاذا، وكان في مسجد بني سلمة، وهذه كانت في الصبح وكانت في مسجد قباء،
وأهمن فص الإمام المبهم هنا بمعاذ بل المراد به أبي بن كعب رضي الله عنه كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن رواية عيسى بن جارية وهو بالجيم عن جابر قال كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء فاستفتح صورة طويلة فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة فلما سمعه افتتحها استفتحها انفتل يعني خرج من صلاته فغضب أبي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام وأتى الغلام يشكو أبيا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال إن منكم منفرين فإذا صليتم فأوجزوا فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة. فأبان هذا الحديث أن المراد بقوله في الحديث في حديث الباب مما يطول بنا فلان أي في القراءة واستفيد منه أيضا تسمية الإمام وبأي موضع كان في الطبراني من حديث عدي بن حاتم من أمنا فليتم الركوع والسجود وفي قبل المنير إن الركوع والسجود لا يشق إتمامهما نظر فإنه إذا أراد أقل ما يطلق عليه اسم تمام فذاك لا بد منه يعني ده لا يشق لو يصلي ثلاثة مثلا تسبيحات أو خمسة فلا يشق ولكن يمكن أن يطول أكثر من ذلك وإن أراد غاية التمام فقد يشق. فسيأتي حديث البراء قريبا أنه صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء. قول حدثنا زهير وابن معاوية الجعفي وإسماعيل وابن أبي خالد وقيس وابن أبي حازم وأبو مسعود والأنصاري البدري والإسناد كله كوفيون. قوله أن رجلا يقول لم أقف على اسمه ووهم من زعم أنه حزم بن أبي بن كعب لأن قصته كانت مع معاذ لا مع أبي بن كعب. قلنا أن اسمه حزم أو حزام أو حرام اللي هو الرجل الذي كان له قصة مع معاذ ولكن هنا الحافظ يقول لم أقف على اسمه. قوله إني لا أتأخر عن صلاة الغداء يعني الصرف لغدوة في سبيل الله أروح أي فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل. وفي رواية ابن مبارك في الأحكام والله إني لا أتأخر بزيادة القسم في جواز مثل ذلك لأنه لم ينكر عليه وقد تقدم في كتاب العلم في باب الغضب في العلم بلفظ إني لا أكاد أدرك الصلاة وتقدم توجيهه. ويحتمل أيضا أن يكون المراد أن الذي ألفه من تطويله اقتضى له أن يتشاغل عن المجيء في أول وقت وثوقا بتطويله بخلاف ما إذا لم يكن يطول فإنه كان يحتاج إلى المبادرة إليه أول وقت وكأنه يعتمد على تطويله فيتشاغل ببعض شغله ثم يتوجه فيصادف أنه ترى يدركه وترى لا يدركه. فلذلك قال لا أكاد أدرك مما يطول بنا أي بسبب تطويله واستدل به على تسمية الصبح بذلك. وقع في رواية سفيان أتيها قريبا عن صلاة في الفجر وإنما خصها بالذكر لأنها تطول فيها القراءة غالبا ولأن الانصراف منها وقت التوجه لمن له يعني حرفة يعني إليها. قوله اشتد بالنصب هو نعت لمصدر محذوف أي أشد بالنصب هو نعت لمصدر محذوف أي غضبا أشد وسببه إما لمخالفة الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه. كذا قال ابن دقيق العيد وتعقبه تلميذه أبو الفتح اليعمري بأنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك. قال ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه ليكون من سماعه على بال لئلا يعود يعني ممن فعل ذلك إلى مثله. وأقول هذا أحسن في الباعث على أصل إظهار الغضب أما كونه أشد فالاحتمال الثاني أوجه ولا يرد عليه التعقب المذكور. قولوا إن منكم منفرين في تفسير المراد بالفتنة في قوله في حديث معاذ أفتان أنت ويحتمل أن تكون قصة أبي هذه بعد قصة معاذ فلهذا أتى بصيغة الجمع في قصة معاذ وجاهه وحده بالخطاب قال أفتان أنت يا معاذ يعني بصيغة المفرد وهنا قال إن منكم منفرين فيدل على أن القصة يعني قصة أبي كانت بعد قصة معاذ. وكذا ذكر في هذا الغضب ولم يذكره في قصة معاذ وبهذا يتوجه الاحتمال الأول لابن دقيق العيد. قوله فأيكم ما صلى ما زائدة يعني أيكم صلى ووقع في رواية سفيان فمن أما الناس قوله فليخفف قال ابن دقيق العيد التطويل والتخفيف الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة إلى عادة آخرين يعني ممكن لو واحد صلى مثلا يعني بصورة يوسف مثلا أو مريم يعني لا يكون مطولا لأن الناس معتادة على التطويل وهم أهل عبادة وأهل يعني حب القرآن ممكن لو صلى بأواسط المفصل مثلا بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية يكون مطولا فالأمر أمر نسبي يعني.
والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالتخفيف كان يصلي بالناس اللي صلى المغرب بصلاة الأعراف، يعني قسمها على ركعتين. قال وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على 3 تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك، لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا، وحبهم للصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقوة إيمانهم وتحملهم، فكل هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطيل بهم ولا يتضجرون ولا يعد تطويلا في حقهم. يعني أما غيره فلو صلى كذلك فقد يكون تطويلا، أو الذين يصلون خلفه يعني غير الصحابة فيسمى تطويلا. قلت أولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعافهم، إسناد حسن وأصله في مسلم. قوله فإن فيهم في رواية سفيان فإن خلفه، وهو تعليل الأمر المذكور، ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يضر التطويل، وقد قدمت ما يرد عليه في الباب الذي قبله من إمكان مجيء من يتصف بإحداها. يعني قد يصلي بأناس يعني يتعودون ذلك ولكن المسجد على الطريق فيدخل يعني غيرهم، ولكن إذا كان كما يفعل بعض الناس يعني زي الشيخ أسامة في القاهرة حفظه الله أنه بيأخر صلاة العشاء مثلا يصليها بعدها بساعة ونصف أو ساعتين، فما فيش احتمال أن واحد يدخل يصلي يعني خلفه، لأن الذين يعني يتأخرون ويعني يصلون يعني يكون الناس كلهم صلوا العشاء يعني، فناس معينة تنتظر وتصلي في هذا الوقت، ولكن قد يكون أيضا تطويل يعني تطويلا يعني زائدا يعني أيضا فيخرج عن حد السنة والله أعلم. قول فإن فيهم يعني فإن خلفه، ومقتضى أنه متى لم يكن فيه متصف بصفة من المذكورات لم يضر التطويل، وقد قدمت ما يرد عليه الباب الذي قبله من إمكان مجيء من يتصف بإحداه. وقال يعمري الأحكام إنما تنض بالغالب لا بالصورة النادرة، فينبغي الأئمة التخفيف مطلقا. قال وهذا كما شرع القص في صلاة المسافر وعلل بالمشق، لأن الغالب عن السفر أن يكون شقا والسفر قطع من العذاب، ولكن قد يأتي سفر مثلا يعني كسفر الطائرات الآن يعني في خلال ساعتين بيصل يعني إلى أكثر من 1000 كيلو مثلا بالجو مكيف وتقدم له وجبة وفي منتهى الراحة، فهل يعني يقصر أيضا؟ نقول من حقه أن يقصر لأن هذه رخصة للمسافر، وإن كان الغالب في السفر مشقة وهذا السفر ليس فيه مشقة، ولكن من حقه أن يتمتع بالرخصة، وهو مع ذلك يشرع ولو لم يشق عملا بالغالب، لأنه لا يدري ما يطرأ عليه. يعني قد تأتي مشقة مثلا أو الغالب على السفر مشقة، وهنا كذلك. قول الضعيف والكبير كذا الأكثر وقع في رواية سفيان في العلم، فإن فيه المريض والضعيف، فكان المريض الضعيف هنا المريض، وهناك من يكون ضعيفا في خلقته كالنحيف والمسن، وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد يعني قول فيه. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منه الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. قول باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء يريد أن عموم الأمر بالتخفيف مختص بالأئمة، فأما المنفرد فلا حجر عليه في ذلك، لكن اختلف فيما إذا أطال القراءة حتى خرج الوقت كما سنذكره، فإن فيهم كذا الأكثر والكشميني فإن منهم. قول الضعيف والسقيم مرض بالضعيف هنا ضعيف الخلقة، وبالسقيم من به مرض. زاد مسلم من وجه آخر عن أبي زناد والضعيف والكبير، وغير الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص والحامل والمرضع، ولو من حديث علي بن حاتم والعابر السبيل، وقوله في حديث أبي مسعود ماضي وذا الحاجة، وهي أشمل الأوصاف المذكورة. قوله فليطول ما شاء، ولمسلم فليصلي كيف شاء، أي مخففا أو مطولا، واستدل بها على جواز إضغاط القراءة ولو خرج الوقت، وهو المصحح عند بعض أصحابنا وفيه نظر، لأنه يعارضه عموم يعني قوله في حديث أبي قتادة إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، أخرجه مسلم. وإذا تعرضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل مفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى، واستدل بعمومه أيضا على جواز تطويل الاعتدالين والجلوس بين السجدتين. قلنا أن تخفيف الصلاة يعني حتى تقع كلها في الوقت
كان في حديث اقتصام الملأ الأعلى هذا أولى من التطويل، وإن كان من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك يعني الوقت، كما ورد في الحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.